الأمنية في ليبيا وفوضى السلاح تؤرق الليبيين وحكومتهم، ومظاهرات شعبية حاشدة في بنغازي تطالب الحكومة الليبية بتحمل مسؤولياتها تجاه تردي الأوضاع في البلاد، مخيرين الحكومة بين ضبط الأمن أو الاستقالة. خرجت الأوضاع عن السيطرة أو لم تخرج بعد، الوضع ذاته، فأحوال ليبيا إلى الوراء، ونقمة السلاح والتفجيرات المتلاحقة وحدها الطاغية على الميدان. في بنغازي المدينة الليبية التي كانت معقل المجموعات المسلحة والميليشيات ضد حكم معمر القذافي، تعرضت إلى أعنف موجة تفجيرات واغتيالات وهجمات مسلحة، وها هي اليوم تشهد مظاهرات شعبية حاشدة للمطالبة بحل جميع الميليشيات المسلحة وتفعيل دور الجيش والشرطة التي غابت عن الساحة بفعل حرب الناتو على ليبيا. أكثر من 30 نفس زهقت، أكثر من 15 نفس تلقي جميع، ومن ضمنهم 4 أطفال. وين رئيس الوزراء؟ وين رئيس المؤتمر؟ وين وزير الداخلية؟ وزير الدفاع؟ هذوم الآن يعلنوا استقالتهم. ما طلبنا أمن وأمان في البلاد هذه، إذا كان مش قادر الحكومة الحقيقة نحن نديروها بأرواح. وفي اعتراف صريح بالتقصير، أقر علي زيدان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة بهشاشة الأوضاع الأمنية في البلاد. مقومات قيام الدولة الليبية القادرة على حماية مواطنيها وبسط الأمن والاستقرار مقترنة بمدى قدرة ونية الحكومة الليبية على السيطرة على ميليشيات تريد فرض نفسها بقوة السلاح وبأعمال لصوصية ترجع البلاد عقودا أخرى إلى الوراء. في موسكو.